اولا انا سعيد بكفر الشيخ وبالسيدة ابو حنين كفر الشيخ، لان والدي اوصاني بها خيرا، لان والدي خريج الثانويه العسكريه مدرسه الثانويه بكفر الشيخ وتربى في كفر الشيخ. وزياده على ذلك ان اخويا الاستاذ صلاح مجلد واحنا من عائله مجلد بس فرع المنيا. اولا انا بشكركم وبشكر النقيب الفراج والساده اعضاء مجلسه، وبقول للاستاذ صلاح مجلد احنا حلينا مشكلتين من صيدليتين في لجنه العلاج واستلموا الشيكات امبارح، وان منظومه العلاج ابتدت تتظبط في النقابه العامه وابتدت التحكم فيها بتطور كبير. واعتقد ان هو كان جايب عدد من الصيدليات الشهر الماضي وتم التعاقد معاهم فورا للسيدة محامين كفر الشيخ، وامبارح تم انهاء كل طلبات الاسترداد للعلاج وفي الاداره الماليه. اولا انا بشكركم وسعيد بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.